واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير ألم يروا إلى الطير مسخرات في جو السماء مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله مسخرات في جو السماء ما يمسكهن إلا الله إن في ذلك لآيات إن في ذلك لآيات لقوم لا تحسبن الله مخلف وعده رسله إن الله عزيز ذو انتقام يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد سرابيلهم من قطران وتغشى وجوههم النار واستمع واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير الأخضر نارا فإذا
السماوات والأرض بقادر أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون.